من أجل تعريف الموالين والفلاحين بمختلف آليات التأمين على ممتلكاتهم وأموالهم، نظمت الشركة الوطنية للتأمين أبواباً مفتوحة في هذا الإطار، والتقرب من هذه الفئة التي أضحت عرضة لمختلف الخسائر في غياب أي تعويض، لكون أن الغالبية منهم يجهلون آليات وثقافة التأمين بمختلف أشكاله. في إطار سياسة الانفتاح، الشركة الوطنية للتأمين على الفلاحين والموالين نظمت وكالة الجلفة SAA أبوابا مفتوحة من 1 أكتوبر إلى 30 أكتوبر. أشرف على تدشينها السيد رئيس المدير العام للشركة الوطنية السيد سيس ناصر. الأبواب المفتوحة تهدف إلى شرح وتقديم التسهيلات المتاحة حتى يكون الفلاح أو الموال في منأى عن الخسائر المسجلة، كما حدث في الفيضانات الأخيرة، أين وجد العديد من الفلاحين أنفسهم يخسرون كل شيء في لمح البصر. ضرورة التقرب من هذه الفئة وتقديم جميع التسهيلات الممكنة من أجل تفادي جميع الخسائر التي تحدث في صفوف الموالين والفلاحين لولاية الجلفة وكل ولايات الجزائر بدون استثناء. تجدر الإشارة إلى أن الأبواب المفتوحة على التأمين اقتضتها الظروف الأخيرة لوضعية الفلاحين والموالين، وهو الأمر الذي جعل الشركة في سياستها المعتمدة تعمل على استقطاب هذه الفئة قدر الإمكان.